أنا الحين محبوسة في المطار في تايلاند، أبغى أحكي عن سبب رفض تأشيرتي في تايلاند وعدم دخولي لأراضي التايلاندية. السبب أن وسيط السفارة السعودية أخذ كل الإثباتات زي تذكرة العودة. تذكرة العودة أنا حجزتها من مطار الكويت قبل ما أطلع وقبل ما أسافر، وكمان حاجز الفندق. فبكذا أنا ما أقدر أطلع تأشيرة مرفوضة، وإذا رفضوا فيزتي أنا لازم أرجع للبلد اللي سافرت منها. طبعا أنا سافرت من الكويت، أنا هربت من الكويت. كل هذا تخطيط من السفارة السعودية عشان أكون محبوسة هنا وأرجع للكويت. طبعا استنادا إلى اتفاقية 1951 وبروتوكول عام 1967، أنا رهف محمد أطلب رسميا من الأمم المتحدة وضع لاجئ لأي دولة تحميني من التعرض للضرر أو القتل بسبب ترك الدين والتعذيب من أهلي.